بدأ المؤتمر الصحفي. نعتذر لكم أيها الأخوة الأعزاء على التأخير، حيث أن متطلبات العمل في اللحظات الأخيرة أخذت منا بعض الوقت. لعلكم تشاركوني الرأي بأن اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو في مملكة البحرين يعتبر حدثا هاما، ويأتي في ظل ظروف وأوضاع متغيرة تشهدها المنطقة والعالم. وأشير إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي قرأه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز نيابة عنه، مؤكدا على مباركة الاقتراح بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وقد قبل هذا الخطاب بالترحيب، وأن هذا يؤكد بوضوح حرص خادم الحرمين الشريفين على قيام اتحاد قوي متماسك يلبي طموحات وآمال شعوب دول المجلس نحو استكمال الوحدة الاقتصادية وبلورة سياسة خارجية موحدة وبناء منظومة دفاعية وأخرى أمنية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي لدولنا. كما ثمن المجلس الأعلى مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في الدعوة لاستضافة مؤتمر الدول المانحة لمساعدة الشعب السوري الشقيق، وذلك خلال الشهر القادم في الكويت. إن هذه القمة تعبر عن حقائق، أربعة حقائق. الأولى أن اللقاء بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس هو فرصة دائمة للتشاور وبحث القضايا والمستجدات وتبادل الآراء والرؤى، بما يعزز العمل الخليجي المشترك. ثانيا، أن اللقاء اليوم في قمة البحرين هو علامة بارزة في مسيرة مجلس التعاون، خاصة أنه يأتي في ظل ظروف دقيقة وتحديات صعبة ومخاطر وأطماع مختلفة تتطلب رؤية واضحة لكيفية التعامل معها. وقد كان المجلس في اجتماعه على مستوى هذه التحديات وأصدر عدة قرارات مهمة في مقدمتها الموافقة على إنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس، وهذا إنجاز كبير ومهم نحو توحيد العمل الدفاعي المشترك لصد الأخطار التي تهدد منطقتنا. اعتماد الاتفاقية الأمنية المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية مؤخراً، والتي تؤكد على المسؤولية الجماعية للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس. الموافقة على مقترحات الأمانة العامة حول تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتي سوف تدفع نحو توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما وأن ذلك سيتم بناء على جداول زمنية محددة للوصول للهدف المنشود. إن القرارات المهمة التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله ورعاهم اتسمت بالموضوعية والإدراك التام لأهمية العمل الخليجي المشترك من أجل إرساء دعائم التعاون والتكامل وصولا لمرحلة الاتحاد. يؤكد البيان الذي صدر عن القمة على التوجه الواعي والمدرك بأهمية المواطنة الخليجية من أجل مزيد من الترابط الذي يجمع المجتمع الخليجي بكافة أطيافه. وصدر عن هذا الاجتماع بيان قرأه معالي الأمين العام في الجلسة الختامية، وإعلان الصخير أيضا قرأه معالي الأمين العام. وأشكركم جميعا على حسن الاستماع، وأعطي الكلمة الآن لمعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ليلقي كلمته، ومن ثم نأخذ منكم الإخوة الكرام الأسئلة. شكرا معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا المؤتمر الصحفي، وأحيي جهودكم الإعلامية والدور الحيوي الذي تقومون به في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
من خلال متابعتكم وتغطيتكم لأنشطة مجلس التعاون. وتشرف بداية أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته بإصدار أمره السامي بتخصيص قطعة أرض لتقام عليها مقر الهيئات والمكاتب التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون في مملكة البحرين، مثمناً بكل الامتنان هذه اللفتة الكريمة من جلالته والتي تعبر عن حرصه واهتمامه رعاه الله بدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك. كما أود أن أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لعبارات الثناء والإطراء لجهود الأمانة العامة بكافة منتسبيها التي تضمنتها كلمات أصحاب الجلالة والسمو في الجلسة الافتتاحية للدورة 33 للمجلس الأعلى يوم أمس، وكلمة أخي معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري في افتتاح أعمال الدورة التكميلية يوم الأحد الماضي. الأمر الذي يزيدنا عزما وتصميما بعون الله على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل القيام بهذه المسؤولية الوطنية وواجباتها السامية على أحسن وأكمل وجه. فشكرا للجميع على هذه اللفتة الطيبة. الأخوة الكرام، لقد استمعتم إلى ما تفضل به معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري حول أبرز ما تم تدارسه في القمة 33 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأود أن أضيف وأؤكد بأن الروح التي سادت لقاء القادة كانت كعادتها بناءة وإيجابية ومتفائلة بمستقبل العمل الخليجي المشترك. وقد استعرض أصحاب الجلالة والسمو التوصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، حيث عبروا عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذل من أجل دعم العمل الخليجي المشترك، وأكدوا على ضرورة مواصلة العمل من أجل إنجاز كل ما فيه خير وتطور وازدهار الإنسان الخليجي ودول المجلس. وقد وجه المجلس الأعلى اللجان المعنية لسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية، وأقر المجلس الأعلى مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن عدد من الدراسات التي عدتها الهيئة وحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها، وقرر إحالة عدد من الموضوعات إلى الهيئة للقيام بدراستها وتقديم مرئياتها بشأنها. واطلع المجلس كذلك على التقرير الخاص بآخر المستجدات بشأن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وسكة الحديد بدول المجلس، ووجه بمواصلة الجهود في هذا الشأن. واعتمد المجلس الأعلى خطط العمل المشتركة بين مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية لتنفيذها من خلال علاقة استراتيجية تعزز العلاقات الأخوية الوثيقة بين مجلس التعاون والبلدين الشقيقين. كما اطلع المجلس الأعلى على مجموعة من التقارير بشأن المفاوضات مع الدول والتكتلات العالمية في إطار الحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون وهذه الدول والتكتلات. كما اعتمد المجلس عدداً من القوانين والأنظمة والاستراتيجيات والقواعد المهمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وأقر إنشاء شبكة خليجية لضمان الجودة في التعليم العالي. وسوف يتم توزيع البيان الختامي للقمة الذي يتضمن تفصيلات أكثر حول العمل الخليجي المشترك ومواقف دول المجلس بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، كما سيتم توزيع أيضاً بعد معالي الوزير إعلان الصخير عليكم. وشكرا صاحب المعالي. لحظة يا إخوان، في ناس أشروا محمد. لا أوكي معلي تفضل. هذه القمة نجحة، والسؤال للدكتور عبد الرحيم السيد وكان خطط
فيما يتعلق بالاتحاد داخل يعني الشارع العربي وليس المواطن المصري فقط ينتظر جدولا زمنيا لهذا الاتحاد. هل نقول قمه المنامه هي بدايه لخطوات عمليه على الارض في جدول زمني محدد للوصول الى الاتحاد الخليجي؟ ثانيا فيما يتعلق بالبند السياسي للمعالي الوزير، حضرتك اكدت على اهميه تقديم دعم والمؤازره للائتلاف الوطني لقوى الثوره والمعارضه السوريه، هل هذا الدعم والمؤازره تعني تقديم دعم عسكري ربما؟ كمان هل ما الجديد الذي اضافه هذا البيان فيما يتعلق بالملف السوري، خصوصا واننا الشارع العربي كان ينظر لمجلس التعاون الخليجي بان مواقفه اقوى من مواقف جامعه الدول العربيه؟ شكرا. فيما يتعلق بالاتحاد، موضوع الاتحاد، طبعا العجله بدات من قمه الرياض العام الماضي، وأكد تم التأكيد عليها في القمة التشاورية، وتم وضع مجموعة عمل من خيرة أبناء الدول الست، ثلاثة من كل دولة الآن، ليضعوا الهيكل ليضعوا الأفكار والتصورات وهم يجتمعون، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه. تم التأكيد عليه في هذه القمة الآن حسب ما سمعته في البيان اللي قرأه معالي الأمين العام والذي أكدنا عليه، وحسب ما سمعنا أيضا في قبل ذلك في خطاب خادم الحرمين الشريفين. سيعلن هذا إن شاء الله بعد ما يستكمل في قمة خاصة في الرياض، ولندع الموضوع يعني يأخذ وقته ويتم التفاهم عليه على أكمل وجه. فيما يتعلق بالشأن السوري، الموقف موقف دول مجلس التعاون هو جزء لا يتجزأ من الموقف العربي، وواضح الموقف العربي يعني متجانس في هذا الشأن، وما هو إلا إن كانت دول مجلس التعاون منها من يبذل جهدا أكثر، فهذا من الواجب الأخوي تجاه الشعب السوري الشقيق وما يعاني منه، وأيضا متجانسة مع رأي المجتمع الدولي الذي سمعناه مؤخرا في اجتماع مراكش لأصدقاء الشعب السوري. هذا ما لدي من الإجابة على هذا السؤال. كفيت ووفيت. وجه سؤال لمعالي الأمين العام. كان عن الاتحاد طويل العمر وانت و... نعم محمد العادل. الشيخ بالنسبة لسؤالي سؤالين، بالنسبة للتدخلات الإيرانية سمعنا بالأمس وفي اليوم من القادة أن هذه التدخلات مرفوضة سواء في الإمارات أو في البحرين أو حتى دول الخليجية الأخرى، هل هناك خطوات عملية دبلوماسية تجاه إيران من قبلكم كدول مجلس التعاون؟ والسؤال الثاني بالنسبة إلى الاتحاد الخليجي، طبعا سمعنا أنه بيكون في الرياض الإعلان عنه في اجتماع طارئ في أي وقت يتم الدعوة إليه، كما أسلفت أن هناك لجنة الآن، لكن أين هي من الواقع؟ يعني أين وصلت يعني الخطوات العملية في الاتحاد؟ فيما يتعلق بإيران، الجهود للتواصل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتوقف ولن تتوقف، يعني هذه دولة جارة وتربطنا بها علاقات تاريخية، ودائما العلاقات معها تمر في مراحل مختلفة. هناك أمور اليوم نختلف عليها مع إيران وواضحة، تم تبيانها في البيان الذي قرأه معالي الأمين العام، لكن هذا يعني أيضا يعكس حرص دول المجلس أن تكون هذه العلاقة سليمة وأن تكون في الطريق الصحيح، وأن لا يقوم أي طرف بالتدخل في شؤون أي طرف آخر، وأن لا يقوم أي طرف أيضا بوضع المنطقة في طريق تصادمي أو في يعرضها لأي خطر بأي شأن كان، إن كان خطر هجوم أو خطر بيئي. كنا واضحين حتى لما تكلمنا عن حق إيران في الطاقة السلمية، أيضا ربطنا الموضوع بالتزام إيران بمعايير السلامة فيما يتعلق بالمنشآت، لأن الخطر ليس فقط مرتبط بالعنف أو بحالات الحرب، الخطر من المفاعلات النووية أيضا يأتي في حالات السلم، إن كان هناك لا سمح الله أي خلل في أحد هذه المفاعلات هنا أو هناك. فطبعا خرجت العديد من الأخبار في هذا الشأن، ومن واجب التزام قادة دول المجلس تجاه شعوبهم، هذا الموقف كان ضروري أن نبينه للجمهورية الإسلامية.